وهنالك في منطقة الجعاشر من يكبر المواطنين بالقيود الحديدية. السطو على أراضي المواطنين من قبل نافذين في مجلس النواب وفي الحكومة، قتل ونهب لأراضي المواطنين البسطاء، العديد من المظالم. ولكن وأنا قادم إلى هذا المكان كان طلاب المدارس يستبشرون خيرا ويقولون الحوار، ذاهبون إلى الحوار، نؤمل بكم خيرا. موظف الفندق يؤمل بنا خيرا، سائق التاكسي يؤمل على هذا المؤتمر، جندي الأمن المركزي وجندي البوابة يؤمل على هذا المؤتمر، الشعب كله يعول على هذا المؤتمر. لن أتحدث عن مظالم أبناء محافظة إب، أقول أن من المؤسف أن نرى من حرض على قتل الشباب ومن شارك في التنكيل بهم حاضرا في هذه القاعة، بينما شباب الثورة مغيبون عنها. سمعنا مرارا وتكرارا عبارات لن يكون هنالك خطوط حمراء، فأرجو من هيئة الرئاسة ومن المؤتمر ترك الجميع يعبر عن رأيه بكل حرية والخروج من دائرة الاستبداد إلى أفق الحرية. وإذا كان الحديث عن الدولة المدنية نابع عن قناعة من مختلف القوى الحاضرة في هذا المؤتمر، فأتمنى أن يتجسد ذلك في هذه القاعة ليشعر الجميع بالمساواة وعدم التمييز، حتى يصل الجميع إلى واقع يسوده العدل والأمن والحرية. نريد أن نخرج من هذا المؤتمر، من هذا الحوار، بتأسيس الدولة القوية التي تقول للصوص وناهبي ثروات الشعب من أين لكم هذا. نريد أن نخرج بدولة تستعيد ثروات الشعب المنهوبة في بنوك سويسرا وأوروبا، وتعيد الاعتبار لأدمية أبناء اليمن التي انتهكت خلال 33 عاما. نريد من مؤتمر الحوار أن يفضي إلى تحقيق أهداف الثورة الشبابية الشعبية السلمية التي استشهد من أجلها الكثير من أبناء الشعب اليمني، وعلى الجميع أن يدرك بأن الحوار الوطني الشامل ليس ترفا ولكنه محطة بالغة الأهمية يعلق عليها أبناء اليمن كل آمالهم وحلمهم. شكرا، إلا إذا باقي حاجة على المرأة. شكرا جزيلا.